يا اماني انتي كنتي شغاله في فاترينة عرض، يعني اكيد العرسان كانوا هيموتوا ويخطفوكي. اتفق على حاجه، ايه هي؟ في فرق بين راجل بيحب ست وراجل عجبها واحده ست. انا عجبت رجاله ياما، لكن مين حبني عشان احب؟ حكاية ان الست تبقى في حضن راجل دي مش سهلة خالص. وبعدين انا عمري ما كنت في فاترينا، عشان عمري ما كنت للبيع. عشان كده اتخليتي على الحب؟ لا بالعكس، انا مرضتش بقى الا من الحب بس ما لقيتوش. والعذرية مالها؟ انا عذراء؟ ايوه. ليه؟ انت فيها ليه؟ قصدي يعني على اعتبار ان شرف البنت زي عود الكبريت، ولا على اعتبار ان ده شرط من شروط الجواز؟ سبب تاني خالص، ان انا ما كانش عندي حياه جنسيه فكان لازم اكون عذراء. هبقى غير عذراء ازاي؟ ما هي الست عشان تبقى غير عذراء لازم يكون في حياتها راجل. ايوه، فارس الاحلام كامل الاوصاف. ما تتريقيش. فارس الأحلام كامل الأوصاف، راجل يحطني في عينيه وأحطه في عينيه. ليه لأ؟ كلنا محتاجين حنان، دي حاجة إنسانية. محتاجين حد يملى قلبنا ويحضننا. طبعًا، حنان حلو قوي، بس المهم إنه ما يخلصش البنيات في الآخر. مالك يا بنت سرايا؟ تعالي. في إيه؟ ضهري بيوجعني. من وانا عندي 17 سنه لغايه 27 ما اقولكيش كان عليا زحمه، بس زحمه الفرجه بس. واللي انا حبيتهم كنت عارفه ان هما بيحبوني، خافوا مني. اللي يقول يا عم دي عايزه الواحد يسيب شغله ويشتغل كفير عليها، واللي عايز يخطف خطفه ويجري حسب شطارته. ده طبعا بقى غير عروض العرب والاجانب. اللي انا مش قادره اتصوره واحد يشوفني دقيقتين ثلاثه وفي الخمسه يقول لي تتجوزيني. من وانا بقى عندي 27 سنه لغايه 37 كل حاجة. نساء أماني؟ لا يا دكتور، كل الرجالة اتفقوا على رأي واحد، واحدة زي دي تقعد لغاية دلوقتي من غير جواز ليه؟ أكيد معيوب. وحياتك، حياتك الجنسية يعني طول السنين دي كانت فين؟ في الأحلام، وأحياناً كنت بتعب نفسي. أكد يا بنت سرايا، بلاش أباحة. ومن 37 ل 47 ايه اللي حصل؟ دنيتي اتغيرت ونفسيتي اتغيرت. الكل كان بيتعامل معايا على اني عانس، حتى نوعيه العرسان اللي كانوا بيتقدموا لي برضه اتغيرت. اماني لو اتقدم لك عريس دلوقتي تعملي ايه؟ خلاص بقى، يفيدني بايه الجواز دلوقتي؟ الجنس؟ مستحيل اهين نفسي واتجوز شاب صغير، استنزفه جسديا ويستنزفني ماديا، وهيفضل مش طايقني، ويمكن يعرف عليا بنت صغيره. بفلوسي؟ مش شرط يكون شاب صغير، راجل مناسب. يعني يبقى في سني او اكبر بكام سنه. يعني نقعد جنب بعض على الكنبه نتفرج على التلفزيون. طب هتعملي ايه في حياتك دلوقتي؟ عايزه افضل هنا في المصحه. هنا مش لاقيه صعوبه اني اتفاهم مع اي حد. كل واحد بيعزف نغمته. ومع ذلك مفيش نشاز. مساء الخير. برحب بيكم البرنامجي نهاية المساء وبداية الصباح. الحقيقة الأسبوع ده احنا قررنا نبعد عن كل المشاكل والهموم ونسبح بعيدا عن بحر السياسة المليء بأسماك القرش المتوحشة. يعني حبينا نرفه عننا وعنكم شوية ونتكلم عن أجمل المشاعر. حواء هي الأنوثة والجمال، هي العطف والحنان، هي صانعة الخبز وصانعة الحب، وأم الولد وأم البنت، وسند الرجل وبهجته وكمان متعته. لن أطيل حتى لا تتهموني بالتحيز للجنس اللطيف، مع أني متحيزة جدا ليه. أنا عايزة أحيي ضيفتي،
احييها على شجاعتها منذ ان شعرت بانوثتها قررت الا شجاعتي تقول ايه المجنونه دي للراجل الذي تحبه ويحبها فظلت تبحث عنه وتبحث عنه الى ان انتهى بها المطاف في مصحه نفسيه دعوني ارحب بالانسان التي قدرت نعمه الانسانيه اهدي بس يا مدام اماني دي كلها شك الدبوس بكره الدبابيس وكمان ما جبتيش الدواء بتاعي معلش يا فندم انا اسف على ازعاج حضرتك انا عايز اطمن بس حضرتك بتتفرج على البرنامج ولا لا كلام في الحب ومشاكل العشاق لا سياسة ولا هم ولا غم ولا أي حاجة يا فندم. ربنا يخليك يا فندم. مع ألف سلامة. مع السلامة. أنسة أماني من غير مقدمات. أنا عايزة أعرف إزاي الحب يوصل إنسان لمصحة نفسية؟ مش الحب بس. كل حاجة حوالينا دلوقتي في البلد دي لازم توصل مصحتها النفسية يا هبة. الله يخرب بيت أبوك يا شيخ. بلاش كل حاجة حوالينا اعملي معروف. خلينا في الحب بس ها؟ إيه مشكلتك معاه؟ أنا مستهدفة من وأنا عندي 15 سنة عجبني التعبير بس عمر ما سمحت لنفسي إني أكون هدف لأي حد طب الأول يا أماني كلمينا عن حياتك الأسرية والاجتماعية أنا من بيت مصري متوسط يعني تقدري تقولي كده مبسوطين خريجة كلية آداب قسم إنجليزي وكمان درست فرنسي وإيطالي أنتي بتشتغلي لا دلوقتي لا بعد المصحة لا لا أنا شفتك بتشتغلي في المصحة ده انتي ما بتكنيش يا شيخ انا اشتغلت قبل ما اتخرج اتعينت في اوتيل 5 نجوم وظيفه في الاستقبال وبعد ما اتخرجت من الجامعه بقيت مديره العلاقات العامه في نفس الاوتيل يعني الجمال والاناقه واللغات كل دي مؤهلات تميزك عن اي حد تاني في اي وظيفه انا ايام شبابي كانت مصر لسه من غير حجاب يعني ايه يا اماني طبعا مش قصدي الحجاب اللي بيتحط على راس الست انا قصدي حجاب العقل الدماغ انت شايفه ان مصر دلوقتي محجبه يا نهار ابيض بقى الف حجاب وحجاب وكل حجاب شكله ولون وعلى فكره لو كان الحجاب اللي بيتحط على الشعر قماش فالحجاب اللي بيتحط على العقل بيبقى حديد انا عايزه اقول لحضراتكم ان في القرون الوسطى كان في حاجه اسمها حزام العفه بيلبسوه الستات لا بس ده مش حزام العفه بتاع القرون الوسطى رجع تاني النهارده لكن بشكل مختلف طبعا خالص الستات في القرون الوسطى كانوا بيلبسوا حزام العفه على ال ايه بقى وليس الاداب يا ماما ايه بقى لا لا على الدماغ لا 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 يا اماني ما ينفعش مش معقول يا اماني مش اي حاجه كده تتقال على الهوا حرام عليك عموما احنا رايحين فاصل وهنرجع لكم تاني اقفلي المايك يا اماني يعني ايه انت عايزه تمخوليني مش انت اللي قايله لي ان انت اللي عملتي لنفسك حزام عفه لا طبعا انا كنت عفيفه بجد وانا كفر قبل الفاصل جالك الارمل والمطلق وابو كرش واللي مفاصله بتوجعه والبخيل والاناني عادي كنت برفضهم ونزعل انا وماما ونتخاصم شويه وبعدين نهدى ونرجع نصطلح تاني لغايه ما حصلت المصيبه الكبيره كان يوم اجازتي من الشغل وماما صممت ان انا اوديها النادي مش عارفه ليه مع انها عارفه ان النادي ده بقى حاجه سخيفه جدا بس هي صممت لحاجه معينه في دماغها انا ما كنتش عارفاها بقى انت مش عارفاها يا اماني مش مصدقاكي المهم ان انا طبعا